السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موت عليكم. اليوم إن شاء الله الرحمن رايحين فلوق جديد مع أخوكم عادي الميلودي، غيكون بلبل تيقو بيا، هي البلبلة والحقيقة في الدقيقة. وديما اليوم راه ما غنهضر مع حتى واحد، وما غنهضر على حتى واحد، وما غنهضر مع حتى شي واحد كاع من الآخر. اليوم كاين عادي الميلودي الفلوقات الزوينين ديالو ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام. اليوم إن شاء الله الرحمن رايحين علي الله، فقط دابا لقيتوني غادي نخرج ان شاء الله الرحمن الرحيم، غنتقدا شي لعيبات، واليوم غنمشيو للسويقه وغنمشيو غندير بلبلوه شويه. واليوم نوجد لكم فطور، غتشوفوا فطور مع عادي الميلودي مباشره، هو اللي مقدي، هو اللي غيدير كلشي داكشي ديال الله معزاز مكرم. اذا خاصكم تكونوا معنا في الحقيقه وفي الدقيقه، والبرمه والحريره والسكسو والشبكيه، المهم داكشي كامل غيكون حاضر اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. خاصكم تكونوا معنا فيه، لاننا حنا نموت عليكم. هذا هو الواقع، حيت كنتوحشكم كندير لكم هاد الفيديوهات، هذا هو الواقع. اما انا ما على بالي حتى شي حاجه، ونزيدكم واحد القضيه انا غنبدا بها من دابا، لان شي وحدين كيديروا نادي حسي ولا نزار باش طلع لهم القناه ديالهم، كيسحب لهم راه نادي حسي ونزار هما اليوتيوب وهما كلشي. الا كانت هاد نادي حسي ونزار كيدبروا على راسهم بديك الطريقه ديالهم، الله يسهل عليهم، حنا راه ما عندنا حتى علاقه بهم. حنا راه ما يمكنش لنا نسبوهم ولا نعايروا، لان حتى هما كيسموا بشر، حتى هما عباد، علاش غادي نعايروهم؟ عندهم محتوى كيديروا خاب الكذب وخاب التفاهه، المهم راه عاجبهم المحتوى ديالهم، كيديروا داكشي ديالهم، وما عند حتى شي واحد الحق يتدخل فيهم. هذا هو الواقع. اللي بغى يطلع كيما حسين على ظهري، طلعتوا بزاف، انا كان ما عنديش مشكل، انا كنبغيكم نتوما اصلا تطلعوا على ظهري. انا اصلا كنت كندير اللايف في الفيسبوك، وكنت خليكم نتوما ديروا في اليوتيوب باش تدبروا على راسكم، لانكم انا عارفكم، لانكم ما تقدروش تدبروا على راسكم شي حاجه اللي هي كاينه. اذا من المنبر حتى انا كنقول لكم، اللي عنده شي محتوى يتهلا فيه، واللي ما عندوش يقلب عليه عادي. علاش ضروري؟ وانا دا ورانا دا طلقات، ورانا دا تزوجات، ورانا دا حامله، وانتم مالكم اصاحبي؟ يا عامله ولا تزوجات ولا طلقات ولا جرات على راجلها ولا تصاحبت مع واحد اخر ولا دير اللي بغات شغل هذاك على بالنا. التفاهه كتحماقوا عليها، انتم كتحماقوا على التفاهه وكتقولوا انا دار لا ما دارش، وانتم مالكم؟ واش علاش داخلين عندها؟ داخلين عندها باش شدوا داكشي ديالها وتهضروا على نادع، زعما راه دار شي حاجه، وزعما راه باش تدبروا على راسكم. هادشي علاش كتقلبوا انتم من الاخر؟ والله يهديكم. هادشي اللي غنقول لكم، ونوضوا قلبوا على راسكم، ونوضوا تخدموا، وهذا هو الفري. انا راه ما كنعرف لا ندى ولا نزار ولا هذوك، الا قال ندى ولا نزار خو خوتي، خويا واختي والملولي خويا، هذوك كامل كيبقاو خوتي. انا عندي انستغرام معاهم، وما يمكنش لي انا ندير البوز على ظهرهم، لان الحمد لله البوز ديالي انا نديرو شحال هادي قبل ما كيعرفوا حتى واحد، وزيدونا ندير البوز بالفن ماشي بالهضره. اما الهضره كنت كندير الهضره، انا تكلوها غير في الفيسبوك، ما كنتش كنلوها كاع الهضره في اليوتيوب. هذا هو الواقع، حيت ولاو كيشدوا لي الهضره ديالي وقطعوها ويديروا فيها اللي بغاو. داكشي علاش انا وليت كندير الهضره في اليوتيوب، باش حتى شي واحد هز لي الهضره ديالي وقالها بالطريقه اللي بغا هو، غنبهدل يماه. هذا هو الواقع، هذا هو عادي الميلودي. اذا انتم علاش غيطلع لكم الدم؟ يطلع لكم الدم من هذا المنبر. كنقول لي عنده شي محتوى يديروا الراسو، اللي عندك محتوى مرحبا والف مرحبا. انا ما شو انا اللي عندي انا هو انني كنصوب فلوقات، كنصوب اللعيبه، ولكن انا ما عنديش غرام مع الناس. انا راه ماشي نتسنى بنادم نجي نطلع على الدار، اش نطلع لي للدار؟ الحمد لله عندي الجديد، عندي الجديد بما يوفي الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. الجديد هذا اليومين غيخرج ديسك اغنيه ديال الموفيطا، يومين موفيطا اول ستيل غتسمعوا بطريقه جديده، ستيل بطريقه جديده. موفيطا موفيطا والقنطه جات. ثاني حاجه في العيد الصغير ان شاء الله الرحمن الرحيم، كاين الاغنيه انا والشيخ التراكس ديال الفيل، هذا جديد خطير 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 خطير، اقسم بالله. وعاد الجديد انا فهمتيني ديال كون جيتي في ايامي، يعني كنشوف كاين الجديد بزاف. كاين واحد ديسك اغنيه ثانيه غنصوب فيها، ديت فيها غير البارح، ديال المساليه مساليه، اعطيني من وقتك شويه. هذا أغنية ثانية، واحد ديسك حنينة، والله عمرها دار. كتبغي غير توصل لخوتي المغاربة بأن عادي الميلودي راه ما حابش، راه 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 راسو عامر وفيه طبق على كل لون. وزيدوا الحمد لله أنا إلا خدام، خدام غير بالفن ديالي، وما خدامش بالعبودية، ما خدامش بالتديوتيت، خدام بالرجولة. والحمد لله العالم كيعرفني بالرجولة اللي فيا والشهامة اللي فيا، وأي حاجة جات من عند شي واحد ماشي هي حتى هي من عندي غادي تكون ماشي هي، لانني انا كنجيكم من الاواخر. فاس 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 كاين على الفاس، وبنادم اللي كيجيك فاس ما كيحملو حتى شي واحد. المهم من هذا المنبر خوتي خواتاتي، انا كنقول لكم بان اليوم غادي نبلبل في الفلوق ديالي انا، الحمد لله في الجريده معزاز مكرم
ضحك لعب جرام ديال المشكل ما كاينش ريدوات عندنا هنا كاع. لا لا ما لا انتم اخوتها ها البيبة داكشي ديال الله ها انتم اخوتها ها الحياة السعيدة دابا الواقع ملي تبغي تكون مع اخوكم عادي الميلود والله ما غراتكم كاملين تجيو تجردوا معايا انا فهاد الجردة الجميلة الزوينة اخويا. هاد الجردة كتعجبني ديالي وكتعجبني وكنحبها وكنحماق عليها وكنتهلا فيها وكنقاد كل نهار كنشوفها مالها وشنو خصها كل يوم وكل دقيقة فهمتيني. النظافة من الإيمان. الكليبات والدين ضاحكين لاعبين عادي الميلودي مزيان كيفيق مع الهواء النقي الجميل الحمد لله ولله الحمد. هذا هو الحقيقة في الدقيقة. ومن هذا المنبر كنموت على خوتي المغاربة وكنقول لكم مشاو السويقة البلبلوة وكل شيء ديال الله عليكم إلى الصباح كل شيء ديال الله ياك بعدا السويقة ما تنسوا تبعوني دابا 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 السويقة السويقة يلا سير عليها يلا سير عليها شريف لا 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 كل شيء لا كل شيء ضاح كل شيء لا 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 حميد أحسن في الشور في العالم أحسن الحوت الجميل في لا كاملة خويا حميد معروف لا فيلو ديال لا داكشي كلشي البريوات الواعرين السجار الواعر كلشي عندو شي خطا زيني هذا وعد صديق ديالنا الله يعمرها دار والعائلة الله يعمرها دار كلشي ديال الله هذا والله ماشي هذا رمضان راه كاع رمضان ومغير رمضان هذا الشيء ديال الله كالامار من الكبار اللي عمرها دار معمر بالروز والفستان خويا حميد داكشي ديال الله ديرنا جوج اخويا حميد جوج ديال الكالامار ياك عاد واه هذا ديال جوج غير وحده بصح هو صافي ديال لي انا هذا واحد ديال داكشي الله كاينه صافي ولا بالعالم ها انتم اخوتي البايله معززه مو البايله شو البايله والحقيقه ماشي داكشي الحقيقي داكشي كلشي حقيقي والحوت فري وكلشي جديد هذا هو الرياح باش عرفوا شوف شوف لك دوزة ديال شوف باش عرف السيد خدام على راسو ما كيخليو ليه والو باقي ساعة والصرف ديال الفطور والحمد لله المليح المليح امو بار هذا هو الواقع كيما كنقول لك داكشي راه ديال الله والله لا يخطيك علينا خويا حميد هذا هو الواقع انا كنحبوك حنا وليداتنا ها هي امنيه واش يزيد يلا درتي لنا هاد البسطيله اخويا حميد درتي لنا حلوه راه درتها لي صافي صافي تما خويا انا صافي كنشوف الدار كنعيشو كدابا كل شيء كامل البارح بزاف البارح والله فينا والله لا صليتي فيا دي الله يكبر فيك الله يحفظك الله يحفظك ولدي صافي كل شيء تما صافي صافي انا نمشي نجيب الجبن خلصته انا صافي مرتي خويا حميد الله يحفظك ولدي ان شاء الله ها اليوم الاربعاء الاربعاء صوب لي السبت الا بغيت السبت بغيت حوته عائليه صافي حوته صوب الطريقه ديال الواعره كلها كامله سير الله يحفظك يا خويا الله ينصرك انا نجيب الجبنه عادي ونمشي عطيه عطيه حميد بس
ولي الفوق صافي زيد 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 انا اخوتي معززين المكرمين المهم هادشي هذا راه غنديروا ليه داكشي ديال الله معززات مكرمين ضحك العديد هذا هو الواقع الا عطيتو الناس كلشي ديال الله مبروك هو يشركم كلشي ديال حنا غادي نعم غندخل ليه بابا ومزيان واشنا ولي دار الدرب يستاهل عقوبه ما لا هذاكشي راه ديال الله شوف هاد البلاد هادي بلاد ولا فيها المخربقين خدامين مخربقين ومخربقين كلشي خدام ديال الله هذا وربح الله يحفظك ليا لوي فيتون خويا ادريس لوي فيتون محمد الخميميس فين هو؟ الخميميس راه خدام ما جبتولنا والو حتى حاجة ناكلوها لا خويا كلشي كاين كلشي ديال الله لا لا ما عليك كلشي فين غائمة؟ قيتي لي هي اليوم غنديرو شي عشاء مقود سير ناخذ شي دلاحة اخويا دابا دابا شو ناخذ الدلاحة يلا سير يا يلا عيش الحياة هذا خويا أيمن أحسن أيمن في العالم عارف هاي خويا من الناس أنت خويا أيمن هذا هنا هذا في أحسن الله في العالم كلش كاين واحد السلام عليكم ها كاين واحد يدير واحد الله هنا الولد ولا لا ديال مرحبا الله يكبر به الله يعزيك الله يعزيك ديال الناس اللي كتخدم على راس الناس كتفيق وكتعيش الحياه الرجوله وليدات ديالو ختام على راسهم على الجرام ديال المشكل اذا مبني البر دوك الناس اللي طاشوب هذوك اللي طالعين في الطوندون بالبلبلينا بالخ لا ما نقول بالخوا يعني بالشي ديال الله بالتفاهه هذا راه ما كاينش تفاهه الناس خدام على الجرام سقاط وصلاه الله اللي عنده وليدات لا حتى واحد هو خدام امام الميلودي اليوم ياك سير اخويا سير تكلف تكلف دير شي ديسك حلي دار نزار دار واحد ديسك
شي حاجه ديالك شي حاجه ديالك هادي الميلودي وابنائه واصحابه ولا فامي ديالو لا في لا فامي ديالو الجميله دريس جي كانيك لا لا مشي موت عليك اخي دريس اه ضروري انت لا تفطر معنا اخي دريس من تم جبدها كلشي تما كلشي ناضي العالم هاني والام هانيه سي عادي الله يرحم باكسي دعي ولا هذا السيد مرحبا دعي معاه بالغرق انا مزوج بالغرق وسير الله يعطيك الغرق ديال الفلوس اكثر من الغرق صعب والغرق ديال الفلوس الله يسهلك الله يسهلك هذا الشيء ديال من هذا الشيء ديال خالص مازال شحال اخويا عندنا مرحبا يا ماشي كامل و 60 درهم انا ما كنزاف هذا وقف كامل 60 درهم الله يحفظك الوالدين الله يحفظكم يا صراحه شكرا ماشي صريبه يلا وزر الدق يا صاحبي اهو اهو اخويا ادريس الله يحفظك ليا اهو قدك وانا من عندك كلشي عندك الله يحفظك لي يا خويا ادريس الله يسرك هذا الميلودي الله يكبر فيك يا بزاف الله يحفظك لي الله يسرك يلا رجعوا ولا تكملوا يلا الحلفاء يلا سير هاكي انا باش شنو نم هاري بلوك سير الله يحفظك لي الله يسرك زيد زيد يا صباح الله يرحمك يا الله يكبر الله 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 يا الله يكب
معززي المكرمين ديال الزويون فهمتيني حتى غدا دريس ان شاء الله يفطر معنا دابا ريوقي طاحو خصني صافي غدا ان شاء الله الدجاج الجميل اليوم راك عامل ما فاطرين حويجات باش شويه ديال داكشي ديال الخريف داكشي ديال الله موت عليكم العالم هاني ولدي نحبسوا هذا باش نكملوا له ثاني طلع يلا زيد زيد مرحبا زيد المهم خوتي حنا يلاه كنوجدوا داكشي الفطرتين هو راه ودل حنا دخلنا معطلين ولكن واخا ودل الحمد لله العميق كتعيش لي حياتي عيش لي الحياة السعيدة معزز مكرم زيد يا أمي زيد حتى الحبيبة زيدي مرحبا جيبوا العويشقة جيبي العيبات الفطور ديال الدرا واش هذاك عيق علينا رانا ما كاين لا عيق علينا لا والو انا راه جينا شي هنا لأي واحد ب 10 درهم العالم كيفطر باش نمزلو هذا في الشيطان راه ديال الله فهمتي حنا كنعيشوا مع خوتنا داكشي ديال العياقة وتعيق علينا راه الحمد لله راه ما والو هذا كورونا كلشي ما عندوش العالم ما عندوش لا غادي غاديني دابا اللي الا كنتي حمق غتولي لاباس عليك خاصك تكون حمق هذا هو الواقع راك شي حمق جايرين حمق هما اللي شادين الطوموز حمق هما اللي كاينين بالعالم هما اللي كاينين عندك ما غدير وتمثل انت وغني انت وحماق انت وسير في سوق الطياره انت مو الطيار بحال كيشد 8 مليون بس كيشد 10 12 مصيبك حلا اسيدي كلشي ديال الله المهم ليسونسييل في هادشي كامل هما خوتي يكونوا زوينين وما تسوقوش للعالم وعيش الحياه السعيده كلشي ديال الله السلام عليكم الى الصباح فطروا 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 مرحبا بكم كلشي ديال الله هلم وسير عليها